بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. العشاء ملي ساكاينه اليوم لا سويت تاع الشخشوخه، قلنا نديروها دو ا ا زد. دوكا رانا في الجزء الثاني، كما شفتوا خدمنا الشخشوخه تاعنا. انا يعني ما خبيتهاش في كونجيلاتور، راح نطيبها ديريكتومون. واللي يحب يخبيها في كونجيلاتور يجبدها يحطها هاي لك في الكسكاس، يفورها مليح مليح، خليها تفور يعني طول في التفوار. اللي يحب يبسها كما قلت لكم في الجزء الاول، انشرها في الشمس حتى تيبس لكم. انا اليوم نخدمها ديريكتومون، ويعني حتى ولا ما كنتش راح نخدمها اليوم نخبيها في الكونجيلاتور حتى نسحقها. حاجه الاولى لازم 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 تجوزوا الشخشوخه تاعكم في الغربال، لازم تغربلوها يعني باش يتنحالها هذاك. دوك تشوفوا واش يتنحى منها. الوغ نجيب الجفنه تاعي نحطه هنا. هنا عندي سيار كيما نقولوا له حنا سيار الزرع، يعني هذا اللي يكون خشين اللي خرج لنا، يعني اللي يكون الفتحات تاعو خشان. علاه؟ باش يخرج لنا كاع هذوك الميات تاع الشخشوخه. حنا كي نفتتو الشخشوخه جامي طيبوها هكا ديريكتومون، جامي ديروها ديريكتومون في الكسكاس، على خاطرش راهي معمره بالفتات. وزالي فواغ هايليك، شوفوا واش يخرج منها هذاك الفتات. راح يعجن لكم الشخشوخه تاعكم في التجمار، يعني كي تجمروها هذاك الفتات راح يطلق لكم، راح يدير لكم يعني كوتل ويعجنها لكم. دونك لازم تصفوها من كاع هذوك الميات. فوالا شوفوا واش خرج منها. هذا هذه الكميه، هذه شوفوها تولي عجينه، تولي لنا عجينه بالتالي تعجن لي. شوفوا تعجن لي الشخشوخه تاعي. دونك نتخلص من هاد الليميات مباشرة، نحكم راني دايره قدرة تغلي فيها الماء يغلي، ونهبط الشخشوخة تاعي نحطها تفور. علاش قلت لكم ديروا شخشوختكم في الكونجيلاتور؟ يعني راح تربحوا بزاف الخدمة، حتى يعني البنة تجيكم بنينة بزاف. واللي يحب يسومها، اللي يحب يبسها لازم يسومها، يعني لازم يغسلها، يديرها كيما طعام، يغسلها الخطار الاولى، يدير لها شويه زيت، يفورها التفويره الاولى، من بعد يزيد لها التفويره الثانيه بشويه تاع الماء والملح ولا شويه من العصاص، ومن بعد يزيد لها التفويره الثالثه بشويه زبده، يعني اكزاكتومون كيما الطعام. انا نحب نخدمها هكذا بهذه الطريقه، نحطها تفور كيما قلت لكم طول مليح في التفوار تاعها، ونجوز ديريكتومون للمرقة. الوغ الشخشوخة تاعي كيما راكو تشوفو راهي تفور. هنا عندي أطراف تاع اللحم تاعي ولا تاع الدجاج، ديرو واش عندكم نتوما، واش توفر عندكم. الشخشوخة تجيب كاع أنواع اللحوم. وهنا درت حبة بصل سكرفشتها مليح، ودرت نص راس توم سكرفشتو. هنا الشخشوخة تحب البصل والثوم، ونحط لها الزيت، يعني هي تجي شويه مدمه. نديروا لها فلفل عكري باش تجينا حمراء، نديروا لها الفلفل الكحل، ولا الفلفل الابيض، كل واحد واش يحب. ندير لها شويه شويه فقط تاع القرفه، لكن تكون شويه برك. نخلط ندوز المليح الشخشوخه تاعي هكذا، نخلي اللحم يتقلى يتشبع مليح في الدوزينه. ندير بيان سور شويه تاع الملح، ندير لها الحميصه، وندير لها دو بون كويير هكذا تاع لا طوماط، ونكمل نقلي. هنا الريحه راهي الله يبارك، يعني ما شاء الله على هذه الريحه، ريحه التقليه، البصل والثوم، دو لونيون، دو لاي، بوافو نوار، بوفرون دو ولا يعني بابريكا، وشويه ان بو دو لا كانيل.
درنا دي بوا شيش ولا الحميصه اي دو لا طوماط كونسونطري دو بون كويير. ونكمل نواصل عمليه التقليه. الشخشوخه تاعي كما راكم تشوفوا راهي تفور، تخليها تفور لي تري بيان ميم طون يدي راهي مع التقليه. الوغ هنا كما راكم تشوفوا راني نقلي في الكوزينه تاعي، عندي خلاص يعني قليتها مليح، عندي هنا ما يغلي نمرقها بس ما نغطي يعني مليح اللحم، ونغلق على لا كوكوت تاعي نخليها طيب يعني على حسب اطراف، الا كان درتوها بالدجاج ولا باللحم، اللحم يطول شويه الدجاج يعني تمتم، نتوما تعرفوا هاد الامور يعني على حسب نوعيه تاع لا فيوند تاعكم. نغلق لا كوكوت انا هنا نخليها طيب لي 30 مينوت ولا 40 مينوت بيسك راني دايره اللحم. ونعاود نولي تكون يعني الشخشوخه تاعي فارت، نحلها بشويه زبده كيتفور عادي، ومن بعد نكملوا طريقه التجمار. هنا كيما راكم تشوفوا معايا الشخشوخه تاعنا راهي فارت، خليتها فارت بنيح هاي ليك، نفرخها وندهنها بشويه تاع الزبده. شوفوها كيفاش تجي، يعني لازم تفور تري تري بيان، وندلها شويه زبده ونخليها تبرد عادي، وميم طون نروح للمرقه تاعي نشوف اللحم اذا طاب باش نجمر الشخشوخه. نديروا لها شويه تاع زبده، نحلوها في هذيك الزبده ونخلوها تبرد تماما. هنا لازم باش تجمروها ما لازمش تكون شخشوخه يعني سخونه، لازم تبرد تماما باش نجمروها. باش علاش؟ باش ما تعجلناش وتجينا يعني كل حبه وحده. دونك انا نخليها تبرد دركا في هذيك الزبده، نحلها بها ونخليها تبرد. هنا عندنا لاصوص تاعنا هاي ليك راهي طابت. هنا عندي نجيبو اون مارميت تكون يعني عريضه، انا هنا درت لها حطيت لها شويه تاع زبده، نحطو دابور شويه زبده نفرشو نوري لكم كيفاش يعني نجمرو. لازم لا مارميت باش نجمرو الشخشوخه لازم تكون عريضه، يعني القاعده تاعها تكون عريضه. نفرش الشخشوخه تاعي كما قلت لكم بعد ما تكون بردت من المرقه تاعي، ونحط با هنايا. نحب نقول لكم الشخشوخه الا كان درتوها بهذه الطريقه يعني درتوها وصومتوها وطيبتوها بطريقه ثانيه يعني كما طعم تما يعني جمروها شربوها مليح وخلوها تنشف. نحرك ونشوف هنا راهي طاحت شويه الشخشوخه من طارت شويه الشخشوخه من المرميطه. حنا عندنا يقولوا كي طير الماكله من المرميطه حبي يقولوا جاي نضيف ياكلوا منها وجاي الضيف ياكل منها، حنا هكا نقولوا وجربوها يعني كما يقول الكلام بكري كاين منه. فوالا هذه شخشوخه جديده ما نجمروهاش يعني ما نشربوهاش بالمرقه، جيست هكا برك شويه ونخلوها نقصولها ونخلوها الطيب. اللي يحب الحرار يقدر يرمي لها راس حار في المرقه، انا ما عنديش اليوم الحار لكن ما فندير لها الحار في الاخير لا غالب يعني الحار يتلقى لها بنا هكذا كيما راكم تشوفوا. نغطيها نقص لها كومبليتوم ونغطيها نخليها تتجمر. دن هاي ليك الشخشوخه تاعي بعد ما تجمرت، هاي ليك خليتها يعني على النار قليله واحد زوج دقائق برك، هذه يعني شخشوخه جديده في الاخير قبل ما نطفي عليها جوتير، ونحط لها هكا اون بون نوازيت دو بور.
الوغ لي زامي تاعنا شخشوك تفر راهي حاضره معانا كيما راكو تشوفوا. هاي اللي درناها كيف كيف، درت لكم دو ا زد يعني من الف الى الياء، علمتكم كيفاش تخدموا العجينه تاعها، كيفاش تعجنوها، كيفاش تخمزوا الخبزه يعني بطريقه عمليه بزاف وتربحوا بزاف الوقت كيما شفتوا الجزء الاول. وفي الجزء وعلمتكم يعني كيفاش تفتتوها، وفي الجزء الثاني وريت لكم كيفاش نطيبوها، كيفاش نخدموا لاصوص تاعها. في الاخير نتمنى ان شاء الله تكونوا تبعتوا مني هذا الفيديو تكون عجبتكم، ونقول لكم بارطاجيو لا فيديو، نتمنى انها تلحق الاكبر عدد ممكن من الناس باش يعني يتعلموها، واشتركوا ان شاء الله في القناه باش تزيد تكبر القناه. القناه راهي تكبر بتشجيعاتكم ان شاء الله، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله في فيديو اخر من فيديوهات ميليسا كاينه. وسلام.